أحل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا رمضان، ولا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا طاغية إلا قصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا أيدته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته، وسألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته. اللهم لا تحرمنا فيه أجر الصيام والقيام، ولا أجر قراءة القرآن. يا خالق الكون والوجود، لمن نشكي وأنت موجود؟ فابك لم يكن مسدود. يا رب أعطنا النفس الرضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بطاعتك صافية. اللهم بلغنا رمضان، ولا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا طاغية إلا قصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا أيدته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته، وسألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته. اللهم لا تحرمنا فيه أجر الصيام والقيام، ولا أجر قراءة القرآن. يا خالق الكون والوجود، لمن نشكي وأنت موجود؟ فابك لم يكن مسدود. يا رب أعطنا النفس الرضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بطاعتك صافية. اللهم بلغنا رمضان، ولا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا طاغية إلا قصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا أيدته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته، وسألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته. اللهم لا تحرمنا فيه أجر الصيام والقيام،
ولا أجر قراءة القرآن